تحل اليوم الذكرى السنوية الخامسة لهروب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا وتركه مقر إقامته في بلدة ميجيهوري بعد أن نقلت شاحنات وطائرات بعضا من محتويات ذلك المقر. حجم أملاك يانوكوفيتش كان مفاجأة كبيرة للنشطاء الذين توجهوا إلى مقر إقامته قرب كييف بعد هروبه وقبل أن يقرر البرلمان الأوكراني نقل المقر إلى ملكية الدولة. أصبح المقر مزارا ومقصدا للسياح تتوجه إليه الحافلات من كييف بانتظام. رفعت ضد يانوكوفيتش قضايا جنائية يتعلق بعضها بالمشاركة في تنظيم العدوان الروسي على البلاد، وأصدرت محكمة أوكرانيا حكما غيابيا في شهر يناير الماضي بسجنه مدة 13 سنة.